بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا ما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والمشاهدين برحمتك يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في رسالته ثلاثة الأصول، قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني بالأدلة الدالة على أن هذه الأمور من الإسلام. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. نعم، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، وما عداه فإنه أمر عادي، أمر عادي. نعم. قال رحمه الله: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. نعم، وكل مرتبة لها أركان. يقول الشيخ: وكل مرتبة لها أركان. فهناك أشياء عادية ليست من الشرك، وهناك أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، هذه هي التي يقع فيها الشرك. قال رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. نعم، أركان الإسلام هي هذه خمسة، أركان الإسلام خمسة. نعم، أحسن الله إليك. هذه التي ذكرها رحمه الله. نعم، جزاكم الله خير. قال الشيخ رحمه الله: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، هذه الكلمة من الإسلام، ولا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. نعم. هذا دليل الشهادة، ماذا يقصد الشيخ بقوله فدليل الشهادة؟ يعني شهادة إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله. قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، واضح هذا. نعم. الله. قال رحمه الله: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. معنى هذه الكلمة التي هي رأس الإسلام أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. لا إله، نعم، هذا ينفي كل ما عبد من دون الله عز وجل، ويبقى حق الله جل وعلا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إلا الله مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. نعم، هذا معنى هذه الكلمة: لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. نعم. قال رحمه الله: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم،
إبراهيم عليه السلام قال وجعل وقال الله فيه وجعلها كلمة باقية في عقبه، فلا يزال في عقب إبراهيم من يقول لا إله إلا الله، بمعنى لا معبود بحق إلا الله. نعم. أحسن الله. قول إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إلا الذي فطرني، استثنى إبراهيم عليه السلام الذي فطره يعني خلقه. نعم. وقوله إنني براء مما تعبدون يدل أن هذه الكلمة لا إله إلا الله فيما يتعلق بالعبادة، لا معبود بحق إلا الله وليست في الربوبية. نعم. أحسن الله إليك. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو الموصوف بهذه العبارات. محمد صلى الله عليه وسلم قال الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. نعم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذه صفاته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. معنى شهادة أن محمد رسول الله شيخنا، شهادة أن محمد رسول الله معناها نعم طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الإسلام، هذه العبارات هي الإسلام. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا بشيء إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. نعم. أحسن الله. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فدين محمد صلى الله عليه وسلم هو ما كان عليه المسلمون من قبل وما يكون عليه المسلمون من بعد. نعم. أحسن الله إليك. يعني الصيام كان مفروضا على الأمم السابقة. نعم بلا شك. أحسن الله إليك. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا دليل الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. يعني الحج ركن من أركان الإسلام لكنه مقيد بالاستطاعة. بالاستطاعة. نعم. فمن استطاع ولم يحج فإنه متوعد، قول الله عز وجل ومن فإنه كافر إذا ترك الحج فإنه كافر جاحدا له. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان. نعم، المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هكذا قال الشيخ رحمه الله، قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هكذا، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته. أركان الإيمان يعني. أحسن الله إليك. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، هذه مراتب الإيمان. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال. هذه أركان الإيمان. نعم، وآتى المال، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. لكن أركان الإيمان تنتهي عند قول الله تعالى والنبيين. نعم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نعم، أحسن الله. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا نعم، هذا دليل القدر. أحسن الله إليك. انتهى الكلام على أركان، على المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم أوفر ما يكون يوم لقاء ربكم عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.